حول هذا الموضوع نربط الاتصال بالسيد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة. سيد الوزير أهلا بك. بداية، هل مخزون غاز البوتان كافي لسد حاجية السوق الاستهلاكية؟ أولا رمضان مبارك لكل المواطنين لشعبنا وعلى رأس جلالة الملك حفظه الله. نبغي نأكد بأنه كما قلنا سابقا لما كانت وقعت الضجة حول قنينة الغاز، قلنا بأن كل الإجراءات اتخذت من أجل تزويد السوق، لأن هذه من الخيارات الكبرى اللي مشت فيها البلاد ديالنا: حماية المواطن، تزويد السوق، الدعم الاجتماعي وحماية الاقتصاد الوطني. فتزويد السوق من المحاور الأساسية اللي تشتغل عليها الحكومة وكتشتغل عليها الدولة باش ما يوقع ولا انقطاع في هذا المجال. اليوم سابقا كنت قلت عندنا ما نحتاجه زائد 20 يوم فائض، اليوم كنأكد للمواطنين والمواطنات أنه ما نحتاجه موجود زائد 33 يوم فائض، نظرا للإجراءات اللي خديناها مع الشركاء والمتدخلين في القطاع الخاص، نظرا لليقظة اللي كنقوم بها على المستوى المركزي وعلى المستوى الأقاليم مع السادة العمال والسادة الولاة، نظرا للتخزين اللي الحمد لله استعملنا كافة الإمكانيات ديال التخزين، ثم نظرا كما قلنا للتتبع الدقيق والإجراءات الصارمة باش يمكن أن يزود السوق بكافة الاحتياجات ديالو من غاز البوتان من القنينة، لأن هناك حاجة يعني للسوق المغربي وللمواطنين. ولذلك كنبغي نطمئن على أن كل الإجراءات، كل المبادرات، كل الوسائل ديال اليقظة وديال التتبع، كل التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص، خلتنا الحمد لله السوق المغربي كنوفروا فيه كل ما يحتاجه السوق وخاصة قنينة الغاز. سيد الوزير، ماذا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة على مستوى ضمان التزود بالطاقة الكهربائية؟ طبعا كما سبقت وشرحت أن الحمد لله السياسة الطاقية اللي مشت فيها البلاد ديالنا سياسة الحمد لله منذ أكثر من 10 سنوات لما أطلقها صاحب الجلالة، سياسة اللي خلاتنا أولا كنوعوا الشركاء ديالنا، اللي خلاتنا الحمد لله كنوعوا وسائل إنتاج ديال الكهرباء. اليوم الحمد لله كنجو الكهرباء في عدة محطات موزعة في التراب الوطني بعدة يعني من عدة مصادر، وخاصة أضافنا لها الحمد لله المصادر الطاقات المتجددة الشمسي والريحي، واللي خلى عندنا فائض في إنتاج ديال الكهرباء. طبعا هذه المرحلة هذه نبغي نأكد للمواطنين أن الطلب على الكهرباء انقص بحوالي يمكن نقول حوالي ما بين 14 أحيانا تحت 23%، وبالتالي زائد الفائض هناك نقص ديال الاستهلاك. فلنطمئن المواطنين أن الكهرباء متوفرة، المحطات التي تنتج الكهرباء في ربوع الوطن كلها الآن محمية ومتابعة، وهناك يقظة مستمرة، وهناك حسن تدبير الموارد البشرية. الشبكة اللي هي كتاخذ الكهرباء المنتجة وكتوصلها للتوزيع وكتوصلها للمواطنين، أيضا فرق الصيانة وتتبع جاهزة. نتلقى كثير من الشكايات وتكون تدخلات إلا مع بعض الاستثناءات اللي كتوقع فيها بعض التجاوزات كنعالجوها. ثم أيضا أن هذه الإنتاج كيحتاج إلى المواد الأولية اللي كنجيبوها من الخارج، فحرصنا على أن يكون عندنا واحد المخزون من هذه المواد الأولية. على سبيل المثال الفحم الذي نحتاجه حاولنا يكون عندنا واحد المخزون إضافي حتى لا يقع أي انقطاع لتزويد هذه المحطات بالمواد الأولية اللي كنحتاجها لإنتاج الكهرباء. ولذلك يمكن لي أن أكد لكم أنه الحمد لله في المجال الكهرباء أيضا كل شيء متوفر، إلا إذا وقعت بعض الأخطاء التقنية والإشكالات التقنية اللي كندخلوا فيها باستمرار، كيدخل فيها المكتب الوطني وكيقوم باللازم مع الموزعين باش يوصلوا الكهرباء إلى المواطنين. أكثر من ذلك خدينا إجراءات باش المواطنين اللي هما نحاولوا ما أمكن، درنا واحد النوع من التسهيلات في الأداء، لأن كاين صعوبة باش يؤديوا المواطنين، فدرنا واحد التسهيلات في الأداء يمكن لهم يؤديوا فيما بعد ويقسموها على شهور. ثم أيضا درنا تسهيلات بالنسبة للمواطنين اللي كيستعملوا البطاقات، يعني البطاقات ديال باش يكون عندهم الرصيد، فزدناهم رصيد ديال شهر ونصف في المكتب الوطني باش يمكن لهم ما يكونوش في حرج. فاذا واحد العدد ديال الاجراءات باش فعلا الكهرباء ان تكون متوفره للمواطنين والمواطنات في هذا الشهر الكريم بالخصوص. سيد الوزير، على مستوى قطاع البيئه، ما هي الاجراءات المتخذه بخصوص تدبير نفايات الكمامات الواقيه؟ طبعا هذا واحد الملف يمكن أن أقول ماشي كان منسي، ولكنه كان في الدرجة الثانية، لأن كان كل شيء معبأ من أجل الصحة، من أجل التعقيم، من أجل إنتاج الكمامات، من أجل لأن المواطن هو المركز وهو المحور في هذه الإجراءات اللي أخذتها البلاد ديالنا. فانتبهنا بتقارير وطنية وتقارير دولية على أن قضية الكمامات قد تشكل مشكل بالنسبة لصحة الإنسان
وللبيئه، وهذه تقارير عالميه، وخاصه الان بدينا كنتكلموا على الملايين اللي كتنتج يوميا. طبعا ما كنتكلموش على الكمامات التي يستعملها الاطباء وتستعمل في المجالات المتخصصه، كنتكلموا على الاطباء العموميه ان صح الكمامات العموميه ان صح التعبير. فاذا لذلك بالاضافه الى الحملات اللي كتقوم بها يعني وزاره الصحه كيفيه استعمال الكمامه، قلنا لابد ان ننتبه فيما يتعلق بالنفايات المرتبطه بهذه الكمامات. وخذينا في هذا الاتجاه، نسقنا مع وزاره الصحه، نسقنا طبعا مع وزاره الداخليه، نسقنا مع الشركات اللي كتقوم بالنظافه باش يكون لها واحد التدبير جيد. اولا درنا عمليه تحسيس التوعيه للمواطنين، واطلقنا حمله واسعه كيفاش ان المواطن انه يتفك من هذه الكمامات، يعقمها، من بعد ذلك يمزقها باش ما تعاودش تستعمل، من بعد يديرها يعني في النفايات بطريقه باش ما ناذيوش لا انفسنا، العائلات ديالنا، ولا جيراننا، وما ناذيوش الاخوان ديالنا العمال اللي كيشتغلوا مع شركات ديال جمع النظافه. فكاين واحد الحمله واسعه في هذا المجال، ونبغي ناكد انه ماشي فقط اي ضرر للمواطن اللي يمكن تكون فيها العدوى. حسب الدراسات كتقول بانه الفيروس يمكن يكون يبقى في بعض الامكنه بما فيها الكمامات لمده من الزمن، انا ماشي متخصص، فقلنا لابد ان نتعامل معها بكثير من الحذر والاحتياط. هو اللي درناه في العمليه ديال التوعيه واللي كنشكروا فيها جميع المتدخلين في هذا المجال، ولكن ايضا فيها ضرر للبيئه، فيها ضرر للمياه، فيها ضرر للتربه، فيها ضرر للاوساط الطبيعيه اذا رميت هكذا بدون ان يكون هناك يعني واحد اليقظه في هذا المجال. ولذلك وزاره البيئه، وزاره قطاع البيئه، مع كل القطاعات طبعا، مع شركات التدبير المفوض، مع الجماعات المحليه، مع وزاره الصحه، مع الجميع، نشتغل بان حتى لا يكون ضرر، فهي تنفعنا للحمايه من الوباء. فكرة واضحة سيد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، لكم جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة. مرحبا.